بسم الله الرحمن الرحيم. كلام على توتنهام وكلام على جوزيه مورينيو وحشني جدا، وحشني جدا الخناقات مع جمهور توتنهام، وحشني جدا الكلام الكتير قوي اللي هنقعد نتكلمه تحت، على ان ما ينفعش ان حد يتكلم على فريق جوزيه مورينيو واللي ممكن جوزيه مورينيو يقدمه لتوتنهام، والاحلام الكبيره قوي اللي كانت موجوده عند جمهور توتنهام وتفبير عنده تعاقد مع جوزيه مورينيو، والاحلام اللي بيشوفوها يوم عن يوم ان هي مجرد احلام كانت موجوده في مخيلاتهم هي. هنتكلم على مباراة توتنهام وايفرتون النهارده. بص، من يومين ثلاثه لقيت ان جوزيه مورينيو بيتكلم في المؤتمر الصحفي ان احنا مش ملك الدوله علشان خاطر ننفق مليارات على استخدام لعيبه. قلت بس انت من بدايه الموسم بتبدا كده خناقات مع السيتي، طب معلش يعني، وانت منافس للسيتي في اي حاجه؟ طب ما تبص على الميركاتو اللي انت عملته، بص على ميركاتو مانشستر سيتي. الميركاتو بتاعك انت رحت جبت مات دوهيرتي باك يمين، ورحت جبت كمان ايميل هوربيج لاعب نص ملعب، تمام، ما دعمتش بلاعيبه الدفاع او الخط الخلفي عندك، وشفت ان هو خط متاح انك تكمل بيه حتى كمان، وانت بتحط التعديله بتاعه ان انت تحط اريك داير مساك تاني جنب يان فيرترونج، وبرده لسه بتواجه نفس المشاكل هي في عرضيات. العرضيات برده لعيبه توتنهام وتسبير بقالهم 3 سنين بيغلطوا نفس الاخطاء هي، بس عادي يعني، الحياه حلوه. وتقول ان انا عايز اعفي الماركاتو بمهاجم علشان خاطر انا محتاج مهاجم، لا معلش، انت محتاج مهاجم، انت محتاج لعيب صانع العاب ومحتاج لعيب ديفندر، معلش انت محتاج مهاجم ازاي؟ انت عندك هاري كين، وعندك سون ممكن يكون مهاجم تاني، وعندك كمان لوكاس مورا ممكن يكون مهاجم تاني، طب انت عندك مشاكل كتير قوي يا عم جوزيه. اقول لك على حاجه، اقول لك على مدرب لا كانوا حاطين له باكج دوله، ولا كانوا حاطين له اي حاجه فلوس كتير، ايوه بس كانوا حاطين له فلوس معينه، ومدرب عنده طموح وعنده احلام ان هو يخلص بايفرتون في توب فور. ايفرتون وكارلو انشيلوتي، كارلو انشيلوتي وانا متعاقدوا معاه، الراجل كان اسم كبير جدا على ايفرتون، وكانوا بيقولوا ان هم يحاولوا يعملوا اي حاجه علشان خاطر يرضوا الراجل، اللعيبه اللي هو عايزها يجيبوها له. كان مفترض ان ليفي يعمل معاك نفس الكلام، وانت جوزيه مورينيو برضه انت مدرب كبير جدا، بس لا، انت مع الاسف الشديد قررت انك انت هتقعد تتخانق بس في المؤتمر الصحفي، وجوه الملعب انت سايبها ومفيش اي حاجه خالص، لا اللعيبه في الحاله الدفاعيه عارفين يدافعوا، ولا اللعيبه في الحاله الهجوميه عندهم اي حلول. نفس مشاكل صناعه اللعب اللي كنت بتعاني فيها هي نفس المشاكل الموجوده حاليا. طب فين الاضافات اللي انت اضفتها؟ لا، ما هو ما بيجيبش حاجه جوه الملعب، وبيتكلم بس في المؤتمر الصحفي. انا مش بقول لك على مثال ايفرتون كمثال ان هو مثال واو وتحفه، الموضوع كان بسيط جدا. الموضوع ان اول ما انشيلوتي جه على الفرقه شاف ان في مشاكل في نص الملعب، وشاف ان في مشاكل في صناعه اللعب، واللعيبه اللي بتخلق فرص لكالفرت لوين او بتخلق فرص لتشيلسون لما بتضمه كمهاجم تاني، شاف ان في مشاكل كتير قوي في نص الملعب، ونص الملعب بتاعه عنده ازمات، فقرر ان انا اول ما اجي هجيب الان وهجيب خامس رودريجيز، وكمان لو عبد الله دوكوري متاح ان هو واتفورد يبيعه هجيبه، علشان خاطر انا محتاج لعيبه نص ملعب ابني بيها الخطه اللي انا عايزها، وابني بيها الاداء اللي انا عايزه. 4 4 2 كان بيلعب بيها قبل ما يجيب نص ملعب، كان اندريجو مش عنده مشاكل كتير قوي في نص الملعب، لا هو الراجل كان عارف يبقى صانع العاب محترم قدامه، ولا كان عارف يبقى ديسترويد وقطع كرات في الخط الخلفي، فالموضوع كان بالنسبه له فيه صعوبات وفيه مشاكل. الراجل عارف المشاكل اللي عنده في الفرقه، وراح بيشتغل عليها، وراح بيحاول يصلحها على قد ما بيقدر، حتى لو اللعيبه اللي موجوده لعيبه جايه سنها كبير زي اعلام يلعب له سنه او سنتين. مشكله كبيره قوي يا عم جوزيه، مشكله ان انت مش عايز تقتنع ان القطر بدا يفوت، والمشاكل كتيره قوي بدات تبقى في دماغك انت، ان كل الناس بتحاربك، وان الناس كلها حاقده عليك، والناس كلها ناسيه تاريخك، مش عايز تفكر ان انت عندك مشاكل، وان انت اسلوب لعبك بدا يبقى فيه مشاكل، وبتفكر ان انت تعمل حاجات السهله وتلعب 4 2 3 1، او بتفكر ان انت تلعب في الحاله الدفاعيه قدام اي فريق وتقف في الملعب وتحاول تلعب على المرتدات. ده مش اسلوب توتنهام. انا معاك ان الناس كانت بايعه الاسلوب وبايعه طريقه اللعب وبايعه كل حاجه مقابل ان هم هتجيب لهم بطولات، بس بالوضع الحالي انت صعب جدا ان الاقيك مخلص في التوب 7 حتى. انا مش فاهم بصراحه يعني جوزيه مورينيو ايه الدافع اللي كان موجود عنده ان هو يشتغل في توتنهام، غير انه كان عايز يشتغل والسلام. انت خلاص اشتغلت في توتنهام، انت عايز ايه بقى؟ هتقعد تتخانق مع لعيبه، تقعد تتخانق مع انتوني نومبلي، تتخانق مع داني روز، والفيديو بتاعك مع داني روز يبقى الفيديو الاشهر الاسبوع اللي فات؟ معلش الناس مش عايزه الكلام ده، الكلام ده كان بيتباع للناس فتره معينه، بس الناس دلوقتي اتفرج على شغل تكتيكي جوه الملعب، الناس عايزه تشوف اداء لتوتنهام جوه الملعب، عايزه تشوف توتنهام اللي ما كانش بيعرف يدافع مع بوتشينو بقى بيعرف يدافع. لا، ما هو مش هيعرف يدافع طول ما انت مكمل بنفس اللعيبه اللي موجوده، علشان خاطر اللعيبه اللي كانوا زهقانين مع بوتشينو من ان مفيش حاجه جديده هم نفس اللعيبه الموجودين معاك جوه الملعب. ديلي الي برده لسه اللاعب الشفاف اللي ما ينفعش تعتمد عليه، هاري وينكس برده لسه اللاعب اللي ما تنفعش ان انت تلعب بيه مركز سته. ايميل هوربيج ممكن يكون لاعب كويس، هو مات دوهيرتي، بس مع الاسف الناس دي ما ينفعش تجيبها وانت عايز تنافس على توب فور. معلش يعني كل اللي بيحصل في توتنهام فيه عك وفيه حاجات كتيره قوي غلط، بس المشكله لما تيجي تتكلم مع حد من جمهور توتنهام كده يقول لك لا، بتقول ايه؟
عنده كل حاجه زي الفل. انا جايب جوزيه مورينيو عشان خاطر اخد بطولات. طب حبيبي ايه الادوات اللي جوزيه مورينيو ممكن ياخد بها بطولات؟ مفيش. طب النهارده جوزيه مورينيو لما كان بادئ المباراه كان بادئ ان هو هيكسب ولا كان بادئ بيلعب على المرتدات؟ جوزيه مورينيو النهارده ما كانش ليه اي وصف جوه الملعب، لا الفرقه باديه عايزه تحتفظ بالكوره ولا الفرقه باديه ان هي عارفه تلعب على المرتدات. يعني مثلا بدايه المباراه كان ايفرتون هو مستحوذ على الكره، وايفرتون بيلعب بالرجل رجل في نص الملعب. ايفرتون عنده لعيبه كتير جدا عارف يمشي الكره بالخطوط، خطوط دفاعيه، خطوط اماميه، مهاجمين بينزلوا يستلموا، كل حاجه من الفرقه في تروس في مكنه شغاله علشان خاطر في مدرب محفظهم حاجات جوه الملعب. انت بقى حفظت الفرقه بتاعتك ايه؟ ما حفظتهمش اي حاجه. ليه؟ ما مستني ان انا هطلع اقول بومات في المؤتمر الصحفي. اما ستيفن بيرجون ستيفن بيرجون مش هيحل لك مشاكل صناعه اللعب الموجوده في نص الملعب. ستيفن بيرجون هنحطه على الخط يحل لك الازمات اللي ممكن يكون فيها سون لو كان غير موفق، او لوكاس مورا لو كان سيء جدا زي النهارده. بس اقول لك ايه، انا لو طلعت متقطع جوزيه مورينيو وقلت ان مورينيو خلاص شطب ومبقاش عنده اي حاجه جديده يقدمها في عالم كره القدم، ناس كتير قوي تقعد تقول لك ما تتكلمش على جوزيه مورينيو وما تتكلمش على حد من الماضي. قالوا يا جماعه خلاص الكلام بتاع ان الراجل كان عظيم من 5 6 سنين خلاص فات، بدليل مثلا ان احنا بنشوف كارلو انشيلوتي برده ماسك ايفرتون. يعني الناس بتنزل من فوق لنص الجدول علشان خاطر تحاول ان هي تكون مؤثره. انشيلوتي بيحاول يكون مؤثر في ايفرتون، اما مورينيو فبيحاول يكون زي اللي قبل. عارف ان انا صدمتك بالفيديو، بس والله هي دي الحقيقه. يعني جوزيه مورينيو قبل ما يلبس الهدف كان سيء، وبعد ما يلبس الهدف ما بقوش قادرين ان هم يخلقوا اي فرص. مباراه كانت سيئه جدا لتوتنهام، وبدايه سيئه لتوتنهام. موسم توتنهام بتقول لك ان الموسم فيه مشاكل وفيه ازمات كتير جدا.